Vem. دي حالة الحمل دلوقتي، شايفة ان هو في حالة انتصار، في حالة احتفال، كأنه وصل لحاجة أعلى من اللي كان فيها، كأنه نجح في حاجة، كأنه ترقى، كأنه حتى إن شاء الله خرج من موقف معين خارج منتصر. أنا اللي طلعت صح، تمام؟ فاللي هو إيه، حتة بقى إيه، الثقة في النفس عالية جدا جدا، والدنيا عنده فيها فخر، مفتخر بنفسه، واللي حواليه على فكره مفتخرين بيه. يعني برضو ممكن يكون شكل من اشكال المباركه، مبروك، يو ديد ويل، حاجه كده حلوه قوي ومشرقه وجميله جدا. طيب ايه الحاجه اللي بيتمناها او اللي عايزها دلوقتي؟ الحمل، كانه الرساله دي يعني مسج برضو، يعني جت في ودني كده. الناس اللي ما كانوش بيأنوا في الحمل او ما ساعدوهوش او يعني ما ساندوهوش بشكل ما، نفسهم نفسه الحمل ان الناس دي تجيله وتقوله مثلا احنا عايزينك، او يحاولوا ان هو يتقربوا منه تاني وهو يقول لا مش عايز. تمام؟ ده حد بيقرب من حد وهو بيقول لا مش عايز، مش دلوقتي. تمام؟ لانه في حاله انتصار، شايف ان هو طلع صح، او ان هو ازداد شهره، او ان هو كسب في حاجه معينه وطلع صح في حاجه معينه، او زي ما قلنا اترقى او عالي درجه في حته معينه. فعايز بقى الناس اللي زي ما قلت لكم كان ما ساندوهوش او ما صدقوهوش في الماضي، ان هم يحاولوا يتقربوا منه او حتى يعتذروا. بس هو عايزهم يجي يعتذروا ويقول لهم لا مش قابل. تمام؟ حاجة نفسه فيها الحمل. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الحمل؟ ما شاء الله انا شايفة انه لا فعلا في طاقة نجاح كبيرة جدا عنده الشهر ده. انتبه جدا للناس القريبين منك. تمام؟ الهيلفول ماترز، ما تديش ظهرك لحد. تمام؟ اوعى. لان شايفة انه في ناس ممكن تنتهز الفرص ويعني تقطعك، ممكن تعمل وتأذيك فعلا. انتبه، لازم دايما يعني طول ما انت واقف لازم تبتدي تبص حواليك وتبص وراك، ما تأمنش الفترة دي. انا مش بتكلم في المطلق، الفترة دي ما تأمنش حتى الأقرب الناس ليك. تمام؟ اوكي، الكارت ده كارت القمر، دي حاله تحفز، وبصوا اتكشر ازاي، يعني عايزاك تفرح قوي الفتره دي وتبتدي يعني بالنجاح او الحته اللي انت وصلت لها دي، وانه تبقى قاعد مريح. ما تريحش، لان شايفه انه ممكن يكون في ناس متربصه شويه، متربصه بيك. طيب ايه الحاجات اللي العكوسات او الحاجات اللي بتضعف الحمل الشهر ده؟ علاقاته الاجتماعيه. يعني خلينا نقول علاقات الحمل الاجتماعيه الفتره دي او الشهر ده حاسس ان فيها صعوبه. يمكن يكون الحمل مش في حاله ان هو حابب انه يختلط بالناس، فده بالنسبه له تحدي وهو محتاج يعمل ده الفتره دي، او ان هو طبيعته كده، هو اصلا مش شخص اجتماعي قوي وما بيحبش ان هو يقضي وقت مع الناس. فده التحدي اللي عنده برج الحمل. ويمكن يكون برضو دي رساله جايه لي، انه عشان يثبت النجاح ده اوكي، او يعليه او يكمل عليه، محتاج ان هو يحسن من علاقاته جدا، والحكايه دي هو ضعيف فيها. فابتدي يا برج الحمل اشتغل على الموضوع. في ناس كتير جدا بتساعد في الحاجات دي، ان هي تحسن من علاقاتك الاجتماعيه بالناس اللي حواليك، ازاي تكسب الناس اللي حواليك وتكسبهم كاصدقاء وحلفاء ليك. تمام؟ انت محتاج حلفاء من الاخر كده، انت عايز حلفاء مش عايز اعداء. تمام؟ فخلينا نقول حته التشفي او الارضاء النفس اللي انت نفسك توصل لها، ان الناس تيجي تعتذر لك ويقول لك والله انت كان عندك حق، والله ما تزعلش مننا، وانت تقول ايه؟ تصدهم، او ان انت تقول لهم انتوا ما كنتوش بتفهموا حاجه، او تنهارهم باي شكل من الاشكال. لا بلاش. استوعب وقول تمام واهلا بيكم، ما فيش مشكله خالص. حد بيقدم لك عرض، طيب انا هفكر.
حاول تكسب الناس اللي حواليك عشان تعزز وتاكد النجاح اللي انت وصلت له ده. ايه النتائج المتوقعه بالنسبه للشهر ده؟ ان شاء الله شايفه برده زي الحوت عندك فرصه مهمه، الحوت والحمل الاثنين جه في نفس المكان الكارت، انه في فرصه مهمه بتيجي عند برج الحمل وبيثبت فيها نفسه كويس جدا وبيستعمل طاقاته كلها. خلينا نقول برضو الطاقة اللي جايالي انه مع كل نهاية في بداية عند الحمل، مفيش حاجة عنده اسمها النهاية خلاص كده الموضوع خلص، لا مفيش حاجة عنده بتخلص، مستمر تمام. وكمان حالة الانفينيتي دي افكاره لا تنتهي، افكاره كتير جدا جدا، وفرص كمان عنده لا تنتهي، فرص كتيرة جدا جدا، وخلينا نقول ممكن تكون اكتر من فرصة. والحمل على فكره متوقع ده وكانه مجهز الرد، انا هرد على ده واقول ايه وهرد على ده اقول ايه. طيب القراءه حلوه جدا، بس اللي هنصحك بيه يا برج الحمل حاجتين، ركز على علاقاتك الاجتماعيه، تاني حاجه انتبه جدا للناس المتربصه ليك اللي ممكن فعلا يحسدوك او يزعلوا على النجاح اللي انت وصلت له. تمام. الحالة المادية لبرج الحمل يا سيدي، بصوا بقى الحمل اما ان هو بيدي لناس، حد بيدي فلوس لانه ما شاء الله واصل في حتة حلوة جدا، لو هو مثلا مدير عمل بيدي مكافآت او حوافز للناس اللي تحتيه، بيديهم حاجة كده يعني يبسطهم بيها ويريحهم بيها. الحمل لو كان مستني ان هو يقترض حاجه من بنك بيجي له قرض، او ان هو اللي بياخد فلوس من حد اكبر هو بقى اللي بياخد المكافاه، او ممكن يكون ورث كمان من حد اكبر لو كان مستني ان هو يعني يحصد او يحصل على ورث من الناس اللي يعني من اهله وكده، شايفه ان هو ان شاء الله بيمسك مبلغ مالي من الورث. ايه الحاله الصحيه عند الحمل؟ مش شايفه ان هي مش كويسه، والحمل خليني اكتر اقول نتكلم عن حالته النفسيه، متعصب، في حاله عصبيه في الموضوع، متشنج شويه، او ان هو بيقاوم، ان هو تعبان، في حاجات تعباه، مثلا طاقته البدنيه مش اعلى حاجه، مش في الفورمه يعني بتاعته، بس هو بيقاوم وبيتحامل على نفسه علشان يحسن منها. برافو برافو، دي حاجه كويسه جدا. الكارت لحد دلوقتي شايف ان هو يعني مش بيضغط على نفسه بشكل ممكن يؤذيه، لا تمام، المقاومه دي كويسه، ما تستسلمش لحاله كسل او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تحسس ان هي تعباك، لا ما تستسلم لهاش وقاومها وهتعدي لوحدها، او زي ما قلنا ان هو متعصب. تمام، جميل جميل جدا. طيب يلا نشوف القراءة العاطفية لبرج الحمل. عاطفيا الحمل مش شايفه ان هو احسن حاجه، انا شايفاه بالنسبه للحاله العاطفيه متوتر جدا جدا، لا توقف عن التفكير، والتفكير سلبي، بمعنى هو مش بيحاول يلاقي حلول، لا هو عمال يعني بيشحن نفسه طاقه سلبيه. اوكي، فهو بالنسبه للحاله العاطفيه تعبان جدا، وخلينا نقول بيحلم حتى بالمشكلة دي أو الحاجة اللي مقرقاه عاطفيا دي، حتى بتجيله في الحلم وقت ما بينام إذا كان بينام. تمام، شايفة نوم متقطع، خلاص دماغه وجعته من كتر التفكير، بيفكر كتير جدا بالنسبة لحاجة تخص علاقته العاطفية، بس زي ما قلنا التفكير سلبي ما هوش إيجابي، مش منتج، مش هيفيدنا بحاجة، أنت عمال تفكر 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 وهاري نفسك،
بس انت مش بتلاقي حلول، انت بس بتزود يعني الجهاد النفسي اللي انت فيه. فنحاول نوقف تفكير شوية، دي اول حاجة هنصحك بيها. حاول توقف تفكير شوية، تشد الفيشة وقت النوم للنوم، خلاص هنبطل التفكير، اتفرجوا على حاجة بتضحك، اسمعوا مزيكا هادية حلوة. يعني حاولوا تظبطوا المنتل هيلث بتاعتكم، الصحة العقلية بتاعتكم. لانه فلنفرض الوضع ما صلحش، انت ما استفدتش حاجة، ولو تصلح برضو مش هتستفيد حاجة، او هتبقى اهدرت الطاقة دي على الفاضي، لانتو في الاخر هتتصالحوا او الموضوع هيعدي. ولو ما عداش فانت برضو مش مستفيد حاجة من اللي انت بتعمله ده، يعني مش دي الافادة خالص. لو هتفكر يا اما تفكر في حلول وانك انت تحاول تصلح، ونبطل نعيد بقى الشريط اللي شغال، اللي هو من اول ما العلاقة ابتدت لحد دلوقتي عملت فيا ايه او عمل فيا ايه، مش هيفيد. تمام؟ لو هنفكر في الهير ناو، دلوقتي حالا احنا واقفين فين، النقطه اللي احنا واقفين فيها، وايه اللي هيساعدنا ان احنا نحسن العلاقه دي. طيب الشريك الناحيه الثانيه في عنده حاله فوضى، انهيار كامل، يعني انت تعبان وشريكك كمان تعبان. فخليني افضحه كالعاده انه شريكك لو بيحاول يوري لك انا تمام، لا هو مش تمام، هو منهار تماما وفي حاله فوضى ومش عارف يعمل ايه، وعنده شبه حالة صدمة هو كمان ومش عارف يتصرف. فحمل انت سيد العقلين الصراحة، انا معرفش شريكك ممكن يكون برجه ايه، انت اللي ممكن تسيطر على الموقف وتحسنه شوية. تمام؟ فالشريك شايف ان هو في حالة انهيار تام، وحاسس انه العلاقة انهارت وباظت، وهو مش عارف يعني يلحقها منين او يصلحها ازاي. طيب الحمل نفسه في ايه؟ نفسه يبقى عنده لا مبالاة، the fool، ان هو اولا اللي يفكر فيه يقوله، والحمل مش من طبعه كده خالص، الحمل بيفكر كويس جدا في الكلام قبل ما يقوله، بيدرسه كويس قوي. هو نفسه ما يبقاش كده، نفسه ليه في راسه يقوله على طول، او ان هو يبقى عنده لا مبالاة، ولا هو سامع حاجة ولا هو شايف حاجة، ويستمتع بحياته عادي جدا. مساء الفل يا حبايبي. الشريك عايز ايه او نفسه في ايه برج الحمل؟ نفسه انك انت اللي تقود المسيره، نفسه ان انت اللي تسيطر على الموقف، لانه واضح ان الموقف خرج عن سيطرته ومش عارف يصلحه ازاي. ممكن يكون هب الدنيا ومش عارف يصلحها، فهو محتاج مساعدتك ان تاخد انت القياده وتبتدي انت اللي تصلح الموضوع. معلش لو انت صوت العقل في العلاقه دي، يعني للاسف بيبقى ده دور الطرف ده. لو انت صوت العقل ابتدي خد موقف وابتدي انت صلح الدنيا اللي باظت دي. انت شايف شريكك عامل ازاي يا برج الحمل؟ نايت اوف بنتكلز، ان هو شخص هو معتمد على نفسه، في حاله اعتماد على النفس، او شخص يثق، يعني يقدر يتحمل المسؤوليه في حاجات معينه بيشيلها كويس جدا جدا. شايفه ان هو كمان شخص روتيني، بيتبع الروتين في كل حاجه، في تصرفاته وفي تفكيره. بس ما زلت شايف شريكك بصوره كويسه، ان هو زي ما قلنا شخص محترم وشخص انت تقدر تعتمد عليه. شريكك بقى شايفك ازاي يا برج الحمل؟ شايفك قائد، وانك انت اللي بتعرف تمشي الامور، العربه بتوحي بان حاجه تتحرك. مش هلاقيك واقفين، ايوه، ان انت اللي بتمشي الامور. تمام؟ وانت القائد، مش عيب حتى لو كانت الحمل هنا هي المرأة، على فكرة عادي جدا، في يعني سيدات وستات بيفكروا بشكل احسن كتير جدا، وبيعرفوا فعلا يظبطوا الامور. فلو انت القائد فعلا في العلاقة دي يا برج الحمل، شريكك محتاج مساعدتك، وانك انت اللي تعدي بالعلاقة المحنة دي. ايه الطاقه ما بين الحمل وشريكه؟ في طاقه هزيمه، انهزام. وخلينا نقول اما طرف منكم اخطا ومش قادر ان هو يعترف بالخطا ده، معلش ثانيه واحده انا غلط، ما بيعملش ده، وفي حاله مكابره وعناد، انا ما بغلطش انا تمام. ده ممكن يكون واحد منكم في العلاقه او كلاكما معا، انتوا الاثنين كل واحد راكب راسه، انا ما غلطتش انا ما غلطتش. تمام؟ ففي حالة إنكار للحالة اللي احنا وصلنا ليها.
وزي ما احنا زي ما انا شايفه او الرساله واصله لي ان احنا سايبين المشكله الاساسيه وعمالين نبص في حاجات تانيه. انت عمال تفكر او هالك نفسك تفكير وشاغل مخك جامد جدا جدا، تفكير كتير جدا لا ينتهي، بس ما يوصلش النتائج او ما بتاخدش خطوه ايجابيه، وشريكك الدنيا بايظه منه خالص، مش عارف يصلح الامور ازاي، وعايزك انت اللي تصلح الامور، بس تقريبا مش عايز يعترف بده، مش عايز يقول ده. اوكي، ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ فرص بتيجي للعلاقه او بتجيلكوا انتوا الاثنين وبتضيعوها. يعني شريكك مثلا ما بيحاولش او بيحاول يبعت لك رسائل وانت ما بتشوفهاش. الرسائل اللي انا شايفاها دي ساعدني، طب انا مش عارف اصلح الموضوع ازاي، عايزك تساعدني وانت انا مش سامع حاجه. فاهم؟ في فرص بتيجي وبنضيعها. الشريك الناحيه الثانيه نفس الحكايه، ممكن تكون انت صبرك او سكوتك ده بالنسبه له فرصه انك تديله وقت ان هو يصلح وما بيصلحش. فاللي بيشايفه الشهر ده فرص بتضيع. فنبتدي نركز في الفرص يا جماعه، نبتدي نسمع بعض الكلام اللي هو ما بيبقاش بيتقال بالبق ده. فيه تصرفات معينه الشريك بيعملها، فانت عشان انت عارفه كويس قوي انا فاهم هو عايز ايه. فنبتدي ما نضيعش الفرص دي. ايه اللي بيحصل الشهر الجاي؟ والله اعلم، احنا بنتكلم في الشهور اللي جايه، انه لو الوضع استمر بالشكل ده، ده المتوقع ان هو يحصل. قعده عائليه، ها فين المشكله؟ بنبتدي ان احنا ندخل طرف ثالث في الموضوع. مش لازم تكون عيلة على فكرة، ممكن يكون صديق أو صديقة، نبتدي إن احنا نقعد ونتكلم مع بعض. الاجتماع ده هنخرج بيه في إيه؟ بإيه؟ ولا حاجة، مش هنخرج بيه بأي حاجة، مش هو ده الحل إن احنا ندخل أهلنا أو ندخل صحابنا في الموضوع، ده مش هيحل الموضوع والنتيجة أهي. هنقوله حبيبتي، الدور هيتقال حالا بعد ما نخلص الحمل. زعل جامد جدا، حزن شديد جدا، وممكن يكون جرح بقى، نبتدي بقى ايه نجرح في بعض. انا عمال اقول لك يعني ابعت لك في مسجات وانت مش فاهم انا عايز اقول لك ايه. فيبتدي يحصل، ممكن يكون في شكل من اشكال ان احنا نجرح بعض بقى، نجرح بعض. ف او يعني هو المعنيين قريبين من بعض، او ان العلاقه بتمر بعاصفه او بوقت عصيب شويه. فنحاول ان احنا او يعني انصحكم النصيحه اللي انا شايفاها علشان نتفادى الكروت اللي جايه دي، الشهور اللي جايه شهر 6 و7 دول اللي احنا شفناهم، انه كل واحد يعترف بخطأه. انا اخطأت في كذا وكذا، انا محتاجك تساعدني في كذا وكذا، انا عكيت الدنيا.